بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق فيفانتا بايتاج في مدينة بنتوتا، نصور غرفة من نوع ديلاكس سويت، غرفة من نوع ديلاكس سويت في فندق فيفانتا بايتاج، تصوير شركة المحيط للسياحة في مدينة بنتوتا في سريلانكا. الغرفة واسعة جدا، لديها صالة ولديها أيضا صانع القهوة ولديها صالة جلوس منفصلة. هذه هي الغرفة، غرفة من نوع ديلاكس سويت كبيرة جدا. شاهدون هنا فيها تلفاز، فيها مجالس في الصالة، وهذا هو الحمام، حمام تبع غرفة ديلوكس سويت في فندق فيفانتا بايتاج، تصوير شركة المحيط للسياحة. الغرفة لديها بلكونة وتطل إطلالة مباشرة على المسبح وعلى البحر. أيضا يوجد هنا جاكوزي صغير، غرفة من نوع ديلوكس سويت. هذا هو منظر الغرفة من البلكونة، غرفة من نوع ديلاكس سويت في فندق فيفانتا بايتاج، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا في فندق فيفانتا بايتاج في مدينة بنتوتا في سريلانكا.